واش انا عارف الخوج علاش في نيويورك هنا كيتخشاو تحت الارض؟ واش كتخبيو الفلوس تما؟ ايا هادوك اللي كيقول لك راه ما كيتسمعش الصوت ديال الاذان في امريكان الخوتة ما كيديروش الاذان. سحب راسك الدوره في المغرب الخوت وحق الرب. تخيلوا معايا السال ها هو قدامكم ياك، ضربوا معايا على هاد المحل. انت محل طنجاوي ها انتوما معايا على هذا دار يمنى ها انتوما ها انتوما عاوتاني الخوت محل ديال الشيشه ها هو باش كبت الصراحة مخلط الشيشة مع القرآن. ها شوف ها انتوما الخوت الخياطة داك الشي البلدية مولا الجلالة بو ها انتوما منزعزع الخوت ها انتوما يا سلامة ويلي 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 ان شاء الله الا هادشي الصراحة خاصنا في بوسطن هنا ما الخياط الله يتقلب عليه الدو في بوسطن ما تلقاها ها انتوما يضربوا لي الخوت تبغات نقص شي سروال ولا تسليمي شي سروال والله لقيتيه بالله ها تا خطف الملكية المغربية اللي بغا يقطع شي طيارة تاني هاد المحل عاود تاني ها شو شو هاد راه ريال ها شو شو العربية شو ها شاورما بحال ديال المغرب داكشي طواجن العيبات شو الله يتعالى هاد البلاصة في نيويورك برا سناء سيرفيس قلت لكم هادشي ها حاكمين المغاربة هاد البلاصة ها انت لا بغيتي تصيفط درهم للمغرب ها انتوما الخوت ها درهم اكسبريس ها انتوما واحد القهوة مغربية 100% الخوت ها وحق الله راه ندخل عندهم دابا ناخذ شي قهيوات انت انت تراوي الساس شناك العيبات بسين من هات هات شش 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 غبي على الحرشة الحرشة هاد القهوة اللي كتصاوب القهوة تعمرنا واحد البراد ديال اتاي الخوت بالبريس نتوما الخوت فطار مغربي 100% ولا لا باريزيان حرشة مسمن بالعسل والزبدة برارد ديال اتاي الثمن شحال 19 دولار قول بحال قلتي 200 درهم